طارت كلاسي. أيه تفضلي. هاد لاطارت كلاسي أول مرحلة هي تقريبا هاد لاطارت خاصها يومين وكتوجد تقريبا، ولكن اللي كانت مثلا مزروبة ديرها في الصباح خاصنا هذاك الكوريد الفريز اللي كيكون في الوسط خاصو يجمد على الأقل دار في الصباح وفي العشية عاد تخدم. أول مرحلة عندنا 500 غرام ديال الفريز اللي كيكون مجمد من قبل، كنخرجوه من المجمد وكنخليوه شوية كيديكونجلا شوية، ومن بعد كنطحنوه مع 100 غرام سنيدة. 500 غرام ديال الفريز مجامد من قبل وكنخليوه كيديكونجلا وكنطحنوه مع 100 غرام سنيدة، كنزيدو عليه معلقة صغيرة ديال الروح ديال الفرومبواز، نص معلقة صغيرة ديال الروح الفرومبواز، وكنصفيوه وكناخدو منه غير شوية في كاسرونة غير شوية، كندفيوه وكنزيدو عليه ثلاثة الوراق الجيلاتين اللي مرطبين من قبل في الماء البارد، لأن إلا سخناه كله ما غاديش يبقى لينا داك الفريز باللون ديالو غادي يبهت. كنسخنو غير واحد شوية اللي غادي نذوبو فيه أوراق الجيلاتين، ومن بعد كنخلط كل شيء في مرة واحدة. يعني واضح هذا؟ إيه واضح. يعني 500 غرام ديال الفريز كنطحنوها مع 100 غرام سنيده وكنصفيوه، كنزيدو عليه نص معلقه ديال روح الفرومبواز، كنصفيوه في واحد الاناء وناخذو منه غير ثلاثه المعالق كبار ولا اربعه، كندفيوهم قبل ما غادي نقصو منه دوك ثلاثه المعالق، كنديرو ورق الجيلاتين يترطبوا في الماء، ثلاثه الورق الجيلاتين. من بعد كناخذو منه غير واحد شويه كنسخنوه شويه فوق النار على ما كيسخن، كنعصرو هذوك الوريقات ديال الجيلاتين وكندوبوهم في هذا الفريز اللي سخنا وكيدوب لينا الجيلاتين، عاد كنخلط كل شيء في مره واحده. وكناخذ واحد الطاوه وكنفرشها بابي الومنيوم وكندير اطار اما دائري اما مربع، يعني انا كل مره كيفاش كنديرها اما دائري اما مربع، وكنحاول هذاك البابي الومنيوم نطلعه في الجناب باش ما يخرجليناش الخليط من الاطار، وكندير هذا الكوري ديال الفريز كنديرو وسط الاطار وكنخليه كيجمد على الاقل ساعتين او ثلاثه السوايع. انا كنخليه صراحه ليله كامله، يعني لحد الان هذه واضحه. إيه. عندنا ثاني مرحله نفس العمليه، غادي نديروها الخوخ مصبر، علبه ديال الخوخ مصبر غادي نصفيوه من الماء ديالو من داك السيرو ونطحنوه بلا سنيده، يعني الفريز طحناه مع 100 غرام، هاد الخوخ نطحنوه بلا سنيده. إيه. وكنسخنو من السيرو، ما كنسخنوش الخوخ، كنسخنو السيرو كناخذو منه 4 المعالق كبار من هذاك السيرو، كنسخنوه وكنزيدو عليه ثلاثه الوراق جيلاتين مرطبين في الماء بارد، ونفس العملية اللي درنا للفريز كنديرو بابي ألومنيوم وإطار وكنديرو هاد الخوخ اللي طحنا وكنديروه في المجمد. يعني عندنا جوج طبقات، وحدة ديال الفريز وحدة ديال الخوخ. غادي نمشيو نوجدو بسكوي داكواز. بسكوي عندنا أول حاجة كنوجدو 140 غرام ديال اللوز، 140 غرام لوز نمسحوه ونطحنوه بالقشرة ديالو، يعني ما نحمروه ما حتى شي حاجه، 140 غرام ديال اللوز كنطحنوه بالقشره ديالو وكنغربلوه. كنزيدو عليه 60 غرام ديال الفورس، يعني ما بيناتهم بجوج خاص يكون عندنا 200 غرام، كنزيدو عليه 60 غرام ديال الفورس و130 غرام ديال سكر كلاصي سبيسيال، كنخلطوا هاد العناصر بثلاثه وكنعاودو نطحنوهم ونغربلوهم. يعني 140 غرام ديال اللوز طحناه بالقشره ديالو، ملي طحنا المره الاولى بوحدو كنزيدو عليه 60 غرام ديال الطحين الفورس ونزيدو عليه 130 غرام ديال السكر كلاصي وكنخلطو بيدينا ونعاودو نطحنوهم ونغربلوهم ونخليهم على جهه. يعني واضح؟ الو اي كنسمعوك تفضلي. صافي لا ماشي مش اي صافي، كنخليهم على جهه. من بعد كيكون عندنا في اناء 190 غرام بيض البيض او خمسه ديال بيض البيض ونص، خمسه البيضات البيض الا كانوا كبار راه غتكون عندنا خمسه البيض البيض غتعطينا 190، كانوا بيضات صغار غنديروا خمسه بيض البيض ونص، غادي نطربوهم بطراب كهربائي، 190 غرام بيض البيض نطربوه بطراب كهربائي حتى كيدير رغوه، ملي كيدير لينا هذيك الرغوه هكذا كنشوفوا هذيك الرغوه ديال البيض بيض البيض طلعت، كنبقاو نزيدوا 70 غرام ديال السكر كلاصي من غير هذيك 130 باش نوضح للسيدات، يعني صاشيه ديال السكر كلاصي سبيسيال راه كتباع فيها 200 غرام كنقصوا 130 نزيدوها مع اللوز، واللي بقى لينا على 130 هي اللي غنضربوها مع البيض، كتبقى لينا 70 غرام هي اللي غنضربوها مع بيض البيض. ملي كيدير لينا بيض البيض الرغوه كنزيدوا 70 غرام سكر كلاصي بالمعلقه بمعلقه
ثلاثه المعالق تقريبا، وكنبقاو نطربو مزيان شي 5 حتى 6 دقائق حتى كنحصلوا على واحد المورانغ. ملي كنقلب هذاك الاناء ما كيطيح ليناش هذاك المورانغ، كيكون واقف ومعلق. ملي كنوصلوا لهاد المرحله كنزيدوا فاني، صاشيه ديال فاني، وكنزيدوا هذاك اللوز اللي طحنا مع الطحين والسكر كلاصي، كنزيدوه على ثلاثه المرحلات. كنزيدوا المره الاولى ونخلطوا غير بسباتي ولا بمعلقه ديال العود، ما كنديروش دراب السلك، يعني غير سباتيول من الاحسن، بحال اللي كنديروا لي ماكارو كان بطريقه فنيه، يعني من الفوق هكا لتحت شويه كنخلطوا هذاك اللوز والسكر كلاصي حتى كيتخلط لينا مع بياض البيض اللي حصلنا عليه هو مورانغ. وكنديروه في واحد هذا الخليط، كنديروه في واحد البوش اللي فيه واحد البوق عادي ما مسمن ما حتى شي حاجه. كنفرشوا الطواب سلفيغيزي، الا كنا دايرين لاطارت دائره اطار دائري كنحاولوا نخرجوه على شكل حلزوني، كنبقاو غاديين بهذاك البوش من الوسط وحنا جايبين الدوره حتى كنساليو الدائره ديال هذا من هذا الخليط. والا كنا دايرينها لاطارت مربعه، لان حطيت الصوره ديالها لاطارت مربعه، كنحاولوا نديروها مربعه، يعني من القنت ديال الطاوه مربعه، حنا كنجيبوها هكا الدوره هكا بشويه بشويه حتى كنساليو. كندخلوا هذا البسكويت للفران، كيكون شاعل من قبل على 160 درجة وشاعل من التحت هو الأول، وكندير الطاوة في الوسط، هذا كنهضر على فران ديال الضو، كندير الطاوة في الوسط ونصبر 5 دقائق عاد كنشعل الفوق، يعني الفران سخون من قبل على 160 درجة ولا 170 درجة وشاعل من التحت، وندير الطاوة في الوسط ونصبر 5 دقائق عاد نشعل الفوق، تقريبا كطيب 12 دقيقة. حتى كتشوفها تحمر وكنخرجها. يعني عندنا بسكوي داكواز، عندنا الكولي ديال الفريز جامد، عندنا الكولي ديال الخوخ جامد، كتبقى لينا نوجدوا الكريمه. اخر حاجه هي الكريمه، عندنا في كاسرونه 300 غرام ديال القشده طريه سائله. كنديروا 300 غرام في كاسرونه ديال القشده طريه، كنديروها كتسخن، غير كتسخن ما نخليوهاش تغلي بزاف، كتسخن. على ما كتسخن كنديروا 4 ديال الصفار ديال البيض في اناء، كنزيدوا عليه 90 غرام سنيده، 4 صفار ديال البيض 90 غرام سنيده، وغادي نضربوه غير بدراب السلك، يعني عادي ما غاديش نديرو لا دراب كهربائي لا والو، غير دراب السلك كنضربو صفار ديال البيض 4 مع 90 غرام سنيده، غير واحد شويه على ما تسخن لينا القشده. ملي كتسخن لينا هاد القشده 300 غرام كنزيدوها على هاد صفار ديال البيض اللي ضربنا غير بالسلك، حنا بشويه كنزيدو بشويه بشويه باش ما يطيب ليناش البيض، حتى كنساليو الكميه ديال القشده اللي دفينا، ونعاود نرجعوه للكاسرونه وفوق النار. كنرجعوا هذيك القشده اللي دافيه وصفار البيض وسنينة، وكنبقاو نخلطوا بمعلقه ديال العود بشويه بشويه حتى كيختار. ملي كتختار لينا هذه الكريمه كنطفيو عليها، كنزيدوا معلقه صغيره الروح ديال الفاني وسته ديال اوراق الجيلاتين اللي درناهم مرطبين بطبيعه الحال في الماء البارد، كنعصروهم ونزيدوه وكنخليوها كتبرد، كنديروها غير في الثلاجه مره مره، كنبقاو نحركوها باش ما كديرلناش ديك القشره من الفوق، مره كنحركوها حتى كتبرد لينا. كنطربوا نص سيترو ولا 500 غرام ديال القشده الطريه واحده اخرى، كنطربوها مع السكر كلاصي على حسب الذوق، حنا كنطربوها وحنا كنذوقوا، واحد الفاني ولا الروح ديال الفاني حتى كتولي لينا شونتي، ولكن ما كتطلعش بزاف، يعني ميم وانتي ما كنطلعهاش كريمه حتى كتوقف. ملي كتطلع لينا واحد نص طلعه كنخلطوها مع الكريمه اللي وجدنا الاولى، كنخلطوها مع داك الصفار ديال البيض والسنيده والجيلاتين، وحنا كنخلطوا غير بالضراب ديال السلك من الفوق للتحت صافي. ملي كتوجد لينا كنقسموها على ثلاثه ديال الاقسام، واخا ناخذوا ثلاثه ديال السلايف كبار ونقسموها على ثلاثه ديال الاقسام متساويه باش كتجينا الكريمه طبقات متساويه. وكنمشيو للمونتاج، كناخذوا اطار، الا كنت دايره الكولي في اطار مدور كناخذ اطار مدور كيكون كبر منه، كبر من هذاك اللي درناه في الفريكو، إذا كان مربع كناخذ اطار اكبر من هذاك المربع، كناخذ اطار وكناخذ داك البسكوي داكواز الوجه ديالها كيكون الفوق وكندير عليها الاطار كتكون هي في الوسط، ما كنسقيوها ما حتى شي حاجه، وكندير فوق منها القسم الاول ديال هاد القشده اللي وجدنا الكريمه اللي وجدنا كطبقه على الوجه ديال البسكوي، كنسرحها مزيان وكنجيب هذاك الطبقه ديال الفريز اللي جامده كتكون جامده، كنحطها فوق من هذاك الكريمه ونغطيها عاوتاني بالقسم الثاني ديال الكريمه، نسرحها فوق الفريز ونغطيها بهذاك الكولي ديال 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 الخوخ اللي جامد، وندير ما تبقى ليا من الكريمه الثالثه، يعني كتكون عندنا بسكويت داكواز
والكريمة وطبقة من الفريز والكريمة وطبقة من الخوخ والكريمة وكندخلها المجمد ليلة كاملة. وفي وقت التقديم كناخدو معلقة كبيرة ديال البودرة الشوكولاتة اللي كتكون حلوة كنديروها في الصفاية وكنرشو غير شوية من الفوق غير شوية غير واحد غير شوية من هذاك البودرة الكاكاو الكاكاو الحلوة الشوكولاتة يعني حلوة ماشي الكاكاو الشوكولاتة وكندير الناطاج كنكون طربناه بفورشيط واحد 4 المعالق كبار ولا ديال الناطاج وكنسرحوه على وجه هذاك الكلاص وكنزوق بشوكولاتة ملون ولا بأي تزيين اللي بغينا على حساب السيدات. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.